قررنا نحتفل بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس البنك الأهلي المصري بطريقتنا الخاصة في برنامج الجدعان. طلبنا لقاء قيادات مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وشباب قيادات المجموعة في لقاء مفتوح عشان نطمن على استراتيجية البنك الأهلي المصري ونظرته المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اللي دايماً محتاجة المساندة والدعم. بالمناسبة، مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري برئاسة السيد طارق حسن نجحت في دعم ومساندة وتمويل حوالي 131 ألف مشروع صغير ومتوسط بحوالي 157 مليار جنيه وأكثر من 800 ألف مشروع متناهي الصغر بحوالي 8 مليارات و300 مليون جنيه عبر شركات ومؤسسات إعادة الإقراض، وده بيجسد مدى حرص البنك الأهلي المصري على تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وخلي بال حضراتكم، احتفالات البنك الأهلي المصري بعيده 125 كانت عظيمة فعلاً وامتدت في عدد كبير من محافظات مصر، واستفاد منها من وجهة نظرنا عدد كبير من الموسيقيين الموهوبين بآلات مختلفة وأصحاب المراكب الشرعية، ده غير المتخصصين في فنون الإضاءة، ودي كلها فئات مهمة من أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة وكمان متناهية الصغر. يعني احتفالات بطعم الشمول المالي، وتأكد إن اللي عنده رسالة بيفضل فاكرها حتى وهو بيحتفل بأفضل مناسباته. تعالوا نبدأ لقاءاتنا مع قيادات مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري، وهنقابل السيد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، السيد سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، السيدة شانتال صباغ مدير عام تنمية الأعمال في البنك الأهلي المصري، الدكتور محسن أبو بكر مدير عام قطاع دعم شرائح العملاء، السيد تامر بدر مدير برامج التمويل والشراكات المحلية. والبداية مع السيد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. هنبدأ مع حضرتك أستاذ طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. عملنا نجاحات كبيرة جدا، حجم التمويل 157 مليار جنيه، إزاي ده اتحقق؟ ازاي بندعم الناس؟ بنفكر ازاي؟ بنخطط ليهم ازاي؟ احنا بنقدم مساندة كبيرة جدا لاقتصاد بلدنا قبل ما بنقدم دعم لاصحاب المشروعات. عشان نتكلم على مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نبدأ بس نكتب حاجات كتيرة قوي. بنك رقم واحد على مستوى الجهاز المصرفي في مصر، بنك محقق اعلى تمويل للمشروعات الصغيرة وصلت ل 157 مليار جنيه، بنك عنده 131 ألف عميل، في 831 ألف عميل بصورة مباشرة. يعني 131 ألف مشروع؟ 131 ألف مشروع، لا ده مش خلاف كده بقى عندي، أنا بتعامل مع مؤسسات مالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وصل النهاردة ل 8.3 مليار جنيه. طب ده مولنا فيه كام عميل؟ حوالي 800 ألف عميل بصورة غير مباشرة. طب إحنا كبنك أهلي فكرنا نعمل شركة؟ آه، عملنا مؤسسة من هذه المؤسسات طبعا، الأهلي تمكين. الأهلي تمكين طبعا، الأهلي تمكين النهارده حجم استثمارات وصل عدى المليار جنيه تمويل للمشروعات متناهية الصغر. الشركات بيبقى عندها قدرة إنها تتعامل مع شركات تحصيل مختلفة، بتقدر تقترب من العميل ده. طب هدفنا من ده إيه؟ إن إحنا ندخل الناس ديت لمنظومة التمويل الرسمي أو السوق الرسمي. هدفنا شمول مالي. طبعا كان لازم المنظومة ديت عشان تنجح بهذا الأسلوب كان لازم إدارة البنك تفكر في مجموعة ده. المجموعة ديت مجموعة المشروعات الصغيرة المتوسطة. وزي ما بقول لحضرتك، لو إحنا إجراءاتنا كبنك فيها بعض من التعسف ما كانش يبقى عندي 131 ألف عميل، صحيح، ما كانش يبقى عندي 157 مليار جنيه، ما كانش يبقى عندي منتجات للأهلي بيزنس وصلت ل 27.7 مليار جنيه. الكلام ده إحنا شغالين من سنة ونص، عندنا 53 برنامج دلوقتي. برامج الأهلي بيزنس دي اللي مبيعاتهم لا تتجاوز 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه واحد يدخل مشروعات صغيرة عشان الناس تبقى فاهمة، لغاية 50 مليون جنيه، من 50 لغاية 200 مليون ده متوسط. صح كده؟ تمام. طب اللي بعد كده بقى؟ اللي بعد كده اسمه لارج. احنا في البنك الاهلي قلنا المتوسط هنخليه يشتغل معانا لغاية 500 مليون، بس كتعريف بنك مركزي المتوسط ينتهي عند 200، بس مين اللي بيدرسه؟
المتوسط. حضرتك طبعا اديت المتوسط يدرسه، تخيل بقى الموظف اللي بيدرس ده اصبح شكله ايه، مهاراته ايه. ما كنتش ممكن اوصل ل 500 مليون جنيه معاه الا اذا كان مهاراته واعده وراجل عنده خبره كبيره مدربه تدريب ما. وده اللي احنا قلنا، ده المثلث اللي احنا قلنا، احنا كده وصلنا للعميل. الزميل زي ما انا قلت لك وصلنا بيه لغايه مهارات بيتعامل لغايه 500 مليون جنيه مبيعات. الانظمه بقى حدث ولا حرج، عندنا سياسات مبسطه لاهل البيزنس، ده نوع من السياسات المبسطه اللي عامل برنامج بيخاطب شرايح مختلفه باسلوب منمط وسهل. اي واحد يخش، العميل دلوقتي يخش لي ما بقاش محتاج ان هو يتعب معايا ولا يطلب بقى اطلب منه مستندات مزايده ولا ضمانات مختلف، لا ده الاهلي بيزنس ده انا بتعامله من ضمانه واحده تقريبا، لكن شركه ضمان مخاطر الائتمان. البنك اللي بيفكر يتعامل من خلال ضمانه هو بقى العميل، لكن البنك اللي بيفكر يشتغل من نشاط هو ده اللي بينجح ويستمر. يعني يهمني النشاط ونجاح النشاط. مبادرات البنك المركزي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بفايدة 5% كانت فكرة متميزة من الدولة، لأن كل بنك لازم يعمل إيداع لـ 18% من حجم الأوعية كاحتياطي بدون فايدة في البنك المركزي لمقابلة ومساندة حالات التعثر. وبالتالي الدولة فكرت في استغلال كل المبالغ الطائلة دي في دعم أصحاب المشروعات على أن يقابلها تخفيض للاحتياطي، يعني أي بنك بدل ما يحطها بصفر فايدة يخرجها ب5% لأصحاب المشروعات اللي هي أقل فايدة على الإطلاق. أستاذ سعد محي الدين، حضرتك رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري، الفوائد اللي بيمول بيها أصحاب المشروعات، عايز من حضرتك من أول متناهي الصغر لغاية المتوسط الصغير، بعد كده من نجعه الكبير ده يتعامل براحته، احنا عايزين الصغير والمتوسط. الحقيقة حضرتك يعني من حسن الطالع ان مع حزمة الإجراءات اللي اتخذت مؤخرا تم إطلاق مجموعة من المبادرات مع البنك المركزي اللي بموجبها بيتاح التمويل للمشروعات الصغيرة اللي بيصل مبيعاتها لغاية 50 مليون جنيه، سواء كان تمويل استثماري شراء آلات ومعدات أو لو بنتكلم على تمويل جاري لخامات ومصاريف إدارية عمومية المشروع، ده بيطاح بسعر فايدة 5%. 5%؟ 5% لغاية بسيطة. لغاية مبيعات كام يا فندم؟ 50 مليون؟ ده حجم مبيعات لغاية 50 مليون. تمام. أكثر من 50 مليون ده المبادرة التي أطلقت مؤخراً لغاية 200 مليون بسعر فايدة 11%. هو ممكن يزيد عنه. دي موجهة للنشاط الصناعي والزراعي لتمويل الخامات مع سماح بتمويل. طب ما خلينا نتفق، لغاية مبيعات كام هتديني ب 11%؟ حضرتك دي بيستفيد منها المشروعات المتوسطة واللارج كوربريت 11% بالظبط. 11%. طيب هو احنا عندنا المبادرات بس؟ لا، في عندنا مصادر تمويل اخرى تانية، لان حضرتك في علاقة ممتدة من اكتر من 20 سنة او من 93 تحديدا لغاية النهاردة، بنتكلم في داخلين 30 سنة مع جهاز تنمية المشروعات اللي من خلاله برضو بيتاح تمويل بسعر فايدة ميسر. في عندنا خطوط ائتمان خارجية متاحة من سواء من بنك التنمية الصيني او بنتكلم على الاي بي ار دي او بنك الاستثمار الاوروبي، كل دي برضو قروض ومصادر تمويل بيمكن من خلالها اتاحة التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة المتوسطة بسعر فايدة مقبول الى حد ما. افوز بيها ازاي كصاحب مشروع؟ يعني اتقدم الحركة اقول لك انا عايز مشروع من جهات دولية. خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا جدا، مدير العلاقة او مسؤول الائتمان اللي موجود في الفرع هو عبارة عن مستشارك الامين، ده حضرتك اتكلم معاه، افتح قلبك، قدم له كل مستنداتك بالشكل السليم بالصورة اللي بتعبر عن نشاطك بالظبط، هنقصر مع بعضينا خطوات كتير في اجراءات الدراسة. هو اللي ممكن يوجهني ومتطلبات، فهو حضرتك دوره ان هو هيرشدك لانسب مصدر تمويل للمشروع بتاع حضرتك. دي الفلسفة اللي هي موجودة النهاردة، جودة الخدمة مع سرعة اتخاذ القرار، ودي اللي بيتوقف عليها مدى جاهزية المشروع نفسه وان العميل بيعرض نفسه بالشكل السليم والشكل الصحيح اللي بنقدر نختصر بيه خطوات جدا في الإجراءات. البنك الأهلي المصري من خلال مبادرة البنك المركزي رواد النيل بيقدم حزمة عظيمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات في 14 فرع النهاردة، وبيستهدف نشر الوعي المصرفي والمعرفة بإجراءات التأسيس وتأهيل المشروعات والشركات الناشئة أو القائمة للتواجد بالقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المصرفية. هنناقش دلوقتي السيدة شانتال صباغ، مدير عام تنمية الأعمال في البنك الأهلي المصري، في مدى أهمية زيارة أصحاب المشروعات لفروع مبادرة رواد النيل وحزمة الخدمات غير المالية اللي بيقدمها البنك. أستاذة شانتال صباغ، حضرتك بترأسي قطاع هام جدا، تنمية الأعمال. هذا القطاع بيشتمل على رواد الأعمال، إزاي نساعدهم
على الخدمات الغير مالية إزاي نقدمها لأصحاب المشروعات. أولا فهمينا يعني إيه خدمات غير مالية. يعني إيه؟ يعني إيه أنا صاحب مشروع داخل ممكن تديني خدمات، ما تدينيش فلوس ولكن تديني خدمات تؤهلني إن أنا أجي للأستاذ طارق حسن أقول لو سمحت أنا تمام والنهاردة واقف على رجلي وتقدر تمولني النهاردة وانت مطمن. تنمية الأعمال في الأساس بتركز على استفادة العميل القصوى من جميع خدمات البنك الأهلي المصرفية وغير مصرفية وغير مالية. النهاردة طبعا عايز أكمل على كلام أستاذ طارق لما ذكر أن البنك الأهلي النهاردة بيتعامل مع العميل اللي هو في حالتنا النهاردة المشروع صغير متوسط أن هو شريك وليس ممول. الفكرة دي لوحدها تغير منظور العميل للبنك. أنا النهاردة ممكن تبقى أنا صاحبة مشروع علاقتي بالبنك هي أن أنا خدت قرض ولازم كل شهر أسدد القسط بتاعي. اللي البنك النهاردة دور الأكبر اللي بيحاول يلعبه أنه لا، هو لازم نسدد القسط ولكن كمان لازم يبقى عندنا أداء مميز في شركتنا، لازم نبقى ضامنين إن الشركة دي مكملة، لازم نضمنين إن الشركة دي بتحقق أرباح، لازم نبقى ضامنين إنه في رفع كفاءة للموظفين، عندناش مشاكل في التعيين ونتحسن، يمكن أهدافنا تبقى التصدير، يمكن أهدافنا تبقى توسع جغرافي. كل الكلام ده البنك يقدر يساعد فيه عن طريق الخدمات الغير مالية. فبالتالي العلاقة ما بتبقاش فقط علاقة القرض، بتبقى علاقة القرض والتطور. طيب ازاي هنقدر نوصل للعملاء؟ بنقدر نوصل للعملاء النهاردة عن طريق مكاتب رواد النيل. مكاتب رواد النيل في البنك الأهلي المصري النهاردة احنا ابتدينا، اكيد حضرتك فاكر يعني غطيت معانا البداية طبعا. من 4 سنين في 2019 ابتدينا اول مكتب بالظبط كده والحمد لله النهاردة في 2023 فتحنا 10 مكاتب جداد، فوصلنا النهاردة ل 14 مكتب رواد النيل داخل فروع البنك الأهلي المصري. النهاردة رواد النيل قدرت في السنة دي ان هي تخدم اكتر من 5900 عميل. عملنا اكتر من 350 دورات تدريبية بخدمة 4400 مستفيد. ايه الخدمات غير المالية بتقدمها لي ازاي؟ عايز افهم. أول وهل ممكن تبدأي معايا وانا لسه ما عنديش اي فكرة؟ انا عايز اعمل مشروع، نفسي اعمل مشروع وخصوصا لرواد الاعمال. رواد الاعمال لازم يبتدي بالخدمات الغير مالية الاول لانه ما فيش مشروع وهو فكرة هيبقى جاهز للتمويل. صحيح. ومش علشان انت لسه بدري بادي، لا، علشان يمكن السوق بتاعك مش متحدد، عميلك مش متحدد، منتجك مش متحدد، بتعمل ابجريد في خطوط الانتاج او يمكن مثلا مش شرط خطوط الانتاج بس بتعمل ابجريد في المنتج اللي هتقدمه. كل ده بعيد بعد كامل عن المنظومة المصرفية دلوقتي. فكل الخدمات دي موظف رواد النيل هو مختص ان هو يساعد العميل في تقفيل عارف ربط سواميل المشروع بتاعه. ولكن رواد النيل برضو بتقدم خدمات غير مالية لعميل قائم شغال او ممكن يبقى عميل قائم عميل بنك اهلي اصلا موجود عندنا. ايه اللي تقدر تقدمه لي؟ بتقدر تقدمه وانا شغال وناجح. انت شغال وناجح عايز تتوسع، عايز تصدر، كل البيانات دي عند حضرتك؟ الكلام البيانات دي مش لسه جاهزة مانيو، الكلام ده بيجي من التحليل، فلازم كمان يبقى فيه صراحة من العميل مع الموظف. الكلام ده كله بيبقى ملم بخطواته الموظف في رواد النيل. كل الكلام ده بيساعد طبعا جامد جدا انه صاحب المشروع او صاحبة المشروع يقدروا ان هم يفكروا هم عايزين ايه. خلي بالك احنا في ناس دخلت لنا يمكن في مش شباب، ناس خلصت طلعت معاش وعايزه تبتدي مشروع جديد. ده رائد اعمال، تقدر تقول عليه مش رائد اعمال؟ طبعا ده رائد اعمال، دخل بفكر لا زراعي. لا ده رائد ونص، خلي بالك بالظبط، دخل بفكر زراعي طلع بفكر صناعي. الوعي المالي احد ركائز الشمول المالي. يعني باختصار لازم كصاحب مشروع تبقى رايح عندك وعي باحتياجاتك الحقيقيه لتمويل مشروعك، مش رايح تاخد فلوس والسلام، لان باختصار شديد جدا محدش هيديها لك بالساهل. خلينا واضحين وصدقوني في جيش جرار بيدرس كل حاله مشروع على حدة وبيفصلوا التمويل اللي يناسبه. تعالوا نناقش قضايا التمويل مع الدكتور محسن أبو بكر مدير عام قطاع دعم شرائح العملاء في البنك الأهلي المصري. أستاذ محسن أبو بكر مدير عام قطاع دعم شرائح العملاء، أنا كصاحب مشروع باجي هنا البنك الأهلي المصري، أنا لأول مرة شخصيا أسمع أن في شرائح صغيرة وشرائح متوسطة وفي جدا بقى اللي هو صغير جدا متوسط جدا، إيه حكاية جدا دي؟ عايز أفهمها. دي انا مش شايفها، وهل موظف البنك عارفها اللي في اداره الائتمان ولا انا لازم اقول له انا صغير جدا فتعامل معايا بشكل تاني؟ لا ده هو الموظف متخصص فيها. تمام. يعني احنا عندنا الموظف اساسا متخصص في شريحه، العنوان اسمه مشروعات صغيره متوسطه. فالنهارده بنتكلم وفق تعريف البنك المركزي المشروعات الصغيره متوسطه اللي هي تعريفها بيبيع لغايه 200 مليون اخر سنه.
وزي ما استاذ طارق وضح احنا بنشتغل كمان على شريحه من اللارج كوربريت اللي بيبيعوا لغايه 500 مليون. لا جوه بقى في شرائح، اللي بيبيع لغايه مليون خصائصه تختلف عن اللي بيبيع من مليون لغايه 50، لا ده بيختلف عن اللي بيبيع من 50 ل 200 او اكثر لغايه 500، وبالتالي لا هو فعلا في شرائح للعملاء جوه المشروعات الصغيره والمتوسطه. وده اللي خلانا ان انا تركيزي على العملاء يبقى توجهي ليهم من خلال الشرائح العملاء وتخصصي وفق كل شريحه. لقينا ان في شرائح من العملاء اللي هي متناهيه الصغر وصغيره جدا زي ما حضرتك سميتها، اللي هي بتبيع اخر مبيعات ليها لغايه 20 مليون جنيه، وكان البنك المركزي سمح لنا كجهاز مصرفي ان احنا نتعامل مع هذه الشريحه دون الالتزام او دون التقيد بان العملاء تقدم قوائم ماليه معتمده من مراقب حسابات. وبالتالي تم التعامل مع هذه الشريحة من العملاء اللي هي متناهي وصغير جدا لغاية 20 مليون جنيه من خلال برامج نمطية. نمطية يعني إيه؟ نمطية من حيث الشروط والضوابط، المستندات اللي بتطلب منها، حجم التمويل، الضمانات وهكذا. طب الشريحة الأكبر من كده، الشريحة الأكبر من كده اللي هي من 20 لغاية 50 مليون جنيه، دي نقدر نقول إن إحنا بنحتاج تنميط لتقدير الجدارة الائتمانية، وبعد كده بقدر أكمل معاها تقدير احتياجاتها بصورة برضو مبسطة عن الشريحة الأكبر اللي هي بتبيع بقى من 50 فيما فوق، ودي بتحتاج عمق للدراسة أكتر، بتحتاج مزيد من التحليل المالي ومزيد من تحليل الصناعة أو القطاع اللي بينتمي ليها النشاط، وبالتالي بتخصص لها مجموعة ثالثة من موظفين يتعاملوا معها. هو إيه الورق والإجراءات اللي مطلوبة عشان أخد كارت؟ أنا بطلب دايما المستندات اللي هي مطلوبة بتاعت الشركة. لو صنفناها تصنيفات هتبقى إيه؟ مستندات النشاط، سجل تجاري، بطاقة ضريبية، موقفه من التأمينات. طب والميزانيات المالية؟ لا اسمع، أنا لسه المجموعة التانية. أيوة. المجموعة التانية اللي هي البيانات المالية. البيانات المالية أنا طبعا كبنك بأكد على أن أنا بتعامل مع الشركات الناشئة اللي هي لسه حديثة التأسيس. طب لو كنت أنشئت قبل كده هيبقى عندك قوائم مالية للسنين اللي قبل كده. يعني أنا ممكن أتمول وانا ما عنديش ولا قائمه ماليه؟ طبعا شركه ناشئه، وبالتالي ما عنديش قوائم ماليه. طب بتعتمد على ايه؟ على رؤيتي وخطتي اللي انا حطيتها على الورق؟ خطه عمل، دراسه جدوى مبسطه حسب نوعيه المشروع وحجمه. هل هي دراسه جدوى مبسطه وخطه عمل، ولا دراسه جدوى متكامله؟ طب انا بنك النهارده ممكن اساعد العميل في اعداد دراسه الجدوى؟ طبعا من خلال مراكز تنميه الاعمال ممكن اساعد العميل في اعداد دراسه الجدوى وخطه العمل. بعدين المستندات، القائمين على النشاط والملاك، مين اللي بيملكوا هذا النشاط ومين القائمين على إدارته، وهل قدراتهم من خلال مؤهلاتهم ومهاراتهم تتناسب مع طبيعة هذا النشاط، وبالتالي قدرتهم على إدارته وضمان نجاحه موجودة ولا لا. آخر نوع من المستندات ده بتختلف حسب حاجتين، حسب الشكل القانوني، فالمستندات اللي هطلبها من منشأة فردية غير شركات أشخاص غير شركات أموال. طبيعي. النوع الثاني برضو اللي بيختلف حسب طبيعة النشاط، المستندات اللي هطلبها من شركة مقاولات غير مستشفى غير مصنع غير مدرسة غير مزرعة. يبقى أنا عندي تقريباً مجموعات من المستندات عامة لكل الأنشطة ولكل الأحجام ولكل الأشكال القانونية، والنوعين الأخرين دول هيختلفوا حسب الشكل القانوني وحسب طبيعة النشاط. أستاذ طارق حسن، خليني أسحرك، أنا شفت حضرتك بتكتب معلومات كتير كده، فلازم أسألك سؤال هام جداً وكل الناس شغلها في الفترة دي. إحنا بمر بتحديات العالم كله بمر بيها، ومصر جزء من العالم. انا لا عارف اجيب خاماتي كمصنع، ولا عارف اجيب مكان من بره، ولا عارف اشتغل. بحارب النهارده عشان بس اغطي مرتبات عملتي، وبقول الحمد لله ان انا مستمر ومحافظ. صدقني النهارده كل واحد بيشتغل في مصنعه جدع، ويستاهل ان احنا نعمل له تمثال ذهب على باب مصنعه. دول بيشتغلوا في الصناعه. ازاي بنفكر بقى نساعد الناس دي؟ طب احنا بنفكر ازاي، فكرنا ازاي وبنفكر ازاي؟ ايوه، احنا مرينا بمرحلتين. مرينا بمرحله التعويم الاولى، وكان توافر الماده الخام صعبه وكان تكلفتها عاليه، فاحنا وقفنا مع العملاء دي مرتين في التعويمين المختلفين. احنا رفعنا لهم التمويل الائتماني اللي احنا مدينه لهم بنسبه 25% او 20%، وبعد كده ادينا لهم 20 ثانيه لمواجهه التكلفه. ليه؟ كان المادة الخام موجودة بس تكلفة عالية، لأن كان ساعتها التحديات متمثلة في فيروس كورونا، وكان متمثلة في التبادل التجاري أصبح صعب وكلام ده، بس كان في مواد خام تكلفة عالية، وكمان ادينا بتأثيرات كبيرة جدا بدون تقديم مستندات جديدة طالما العميل قائم عندي، وكمان ساعدت العملاء في ان نشاطهم استمر وقرفوا يوفروا المواد الخام. طب احنا بالنسبه لنا في الفتره الحاليه مع عدم توفر المواد الخام، المواد الخام موجوده بس هي اصبحت قليله،
او اسعار ارتفعت. طب انا بساعدهم ازاي دلوقتي؟ انا دلوقتي بدات ادي اولويات للمواد الخام، وادي اولويات كبيره جدا للصناعه الوطنيه. طيب انا اديت اولويات للصناعات الغذائيه، اديت اولويات للاحتياجات الرئيسيه في المجتمع، بدات اوفر وافتح الاعتمادات لهذه النوعيه من العملاء. طب دي معناها ان المصانع وقفت؟ لا، المصانع ما وقفتش، المصانع خدت الحد الادنى اللي يحافظ على نشاطها، ساعدناها عشان اقدر اساعد كميه كبيره جدا من العملاء، فبدانا نوفرها الحد الادنى من اللي يمكنها من التمويل، اللي يمكنها من انها توفر المواد الخام. طب المصنع الجديد اللي هو بيوفر لي ما في مصانع بتوفر مواد خام او صناعات مغذيه لصناعات اخرى، ده بدأت أدعمه، بدأت أديله أولوية في فتح الاعتمادات. خلي بال حضرتك إن أنا تملي يهمني الصناعات المغذية، لأن الصناعات المغذية معناها عميلة كتير، معناها وفرت للراجل اللي بيصنع العربية المواد الخام بتاعته، بس مش مصنع واحد، من مئات المصانع المغذية، وبالتالي قدرت أحافظ على عمالة، قدرت أوظف، قدرت أقلل البطالة وهكذا. وأنت ممكن حضرتك تساعدني كصاحب مصنع لتصنيع الماكينات اللي هو قمة التكنولوجيا، تساعدني إن أنا أجيب تكنولوجيا من بره؟ طبعًا. ان انا اروح مثلا للصين، تركيا، المانيا، اقول لهم المكنه دي انا اصنعها عندي. طب انت هتدفع حق انشاء هذا الكيان، يعني ده حقه، التكنولوجيا بتاعته، تساعد ان انا ادفع له الفلوس دي وان انا اجيبه بخبرائه ونبدا نصنع المكن ده في مصر؟ انا هقول لحضرتك مثل حي لعميل احنا مولينه، عباره عن مجموعه مهندسين، ان شاء الله حضرتك انا ارتب لك معاهم مجموعه مهندسين بيصنعوا العربيه ذاتيه القياده. الله اكبر. واخدين التكنولوجيا من الصين، واحنا ده في مصر. احنا مولين الرئيسيين ليه، بل انهم جابوا سياره او ميكروباص ذات القياده خدوه عندهم كحاجه بايلوت بمكوناته بدنيته، ومولنا عشان يقدر يدي التكنولوجيا دي لمصر، واصبح بينتج. انا الولاد دول مستنيهم فورا ان شاء الله. فورا ان شاء الله. صديقي العزيز السيد محسن ابو بكر، احنا عندنا لما اتكلمنا على النسب المتعثره في البنك هنا من اصحاب المشروعات 1% بنشتغل عليه لغايه لما نعومه تاني، يعني حتى ال 1% ده مش سايبينه. طبعا ده مدلوله ايه؟ ده معناه ايه؟ ده مدلوله الاستمراريه. يمكن كنا بنتكلم على الاستمراريه دلوقتي، وحضرتك بتتكلم مع استاذ طارق على التعرض مثلا للانخفاضات اللي حصلت في الجنيه مرتين السنه اللي فاتت، كان رد فعلنا ايه؟ رد فعلنا كان وقتي، يعني بمجرد صدور القرار احنا في نفس اللحظه توقعنا على طول طبعا زيادة قيمة التكاليف التشغيلية للعملاء بتوعنا، فعلى طول رحنا سمحنا لهم بزيادة التمويل التشغيلي بتاعهم 20 و25%. عشان نمنع التعثر. عشان نمنع التعثر بالظبط كده، ونحافظ على الاستمرارية. فاستكمالا برضو لسؤال حضرتك بتاع النهاردة، طب عميل اوريدي خلاص تعثر وفق معايير التعثر، العميل ده رايح للتعثر او اوريدي دخل في مرحلة التعثر؟ لا، انا برضو من منطلق التركيز على العميل وهدفنا استمرارية النشاط، انا عندي من الحلول المالية اللي تخلي العميل يفضل موجود في السوق، وحلول مالية تكفل برضو ان فلوس التمويل ترجع وتبقى في وضع آمن. لو تسمح لي كنت عايز ازود. فضل. يعني حضرتك اتكلمنا طبعا عن الاستيراد وتوفير العملة، ما نتكلم على التصدير. احنا بقى عايزين العملاء، عملائنا والمصانع بتاعتنا والأنشطة لديها القدرة على المنافسة على المستوى العالمي وتصدير منتجاتنا المنتجة محليا للخارج، وده يمكن احنا بنبدأ بقى من النهاردة. اللي مش شايف الفرصة التصديرية بنحاول نوضح له الفرصة التصديرية من خلال قنوات كتير جدا جدا. عندنا مجموعة من التعاون اللي تم مع جهات معنية بالتصدير زي المجلس التصديري للصناعات الهندسية، يمكن حتى غطيت معنا أكتر من حدث في هذا النشاط مع جمعية المصدرين المصريين، وكان البنك الأهلي له سبق في رعاية بعض الأنشطة لهذه المؤسسات. التعاون ده بيسفر عن حاجة مهمة جدا مع 13 مجلس تصديري مصري بالضبط، مع الجهات التي تمول وتمنح القطاعات الصناعية في بالزبط. مصر لأن كده؟ كتير بالذات أنا العملاء اللي بينتموا لشريحة المشروعات الصغيرة المتوسطة بيبقى عنده ميزة نسبية في المنتج، بس هو ممكن تكون الحتة دي شوية فيها ضبابية بالنسبة له. هو أنا المنتج بتاعي ممكن يتصدر؟ هو أنا المنتج بتاعي ينفع ينافس المنتجات اللي زيه الشبيهة ليه اللي بتيجي من دول تانية؟ ممكن. ولو مش ممكن نقول لحضرتك أو نعرفك من خلال الجهات المعنية الفنية إيه اللي ناقصك في المنتج بتاعك؟ قد يكون التغليف لا أكثر ولا أقل، قد يكون حجم
الباكينج يبقى كذا كيلو بدل كذا كيلو، ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا لكن توصل منتجك ان فعلا يبقى عنده قدرة تصديرية. أستاذ سعد محي الدين، في حاجة مهمة جدا، ايه انواع القروض؟ انت تقدر تساعدني ازاي؟ ده سؤال مهم جدا لحضرتك. عشان نقول النهاردة ايه هي انواع القروض وبحددها ازاي، بيبقى في كل مشروع بيبقى ليه احتياج تمويلي وبيتم حساب الفجوة التمويلية والزملاء في الفروع مدربين عليها تماما، وكل احتياج تمويلي بيبقى ليه طبيعة معينة. يعني لو بنتكلم على التشغيل ده بنسميه احتياج تمويلي متجدد، لأن الراجل بيشتغل بياخد يشتري خامات يسدد يصنع يبيع يرجع تاني عاوز يرجع خامات تاني، فده بنسميه احتياج تمويلي متجدد، وده بيتاح في شكل حد جاري مدين للعميل لو كان واخده تمويل مدين. يعني ده بنعمله ازاي؟ كل سنة في بداية السنة بنقرره لحد، في نهاية السنة بنراجع معاه أرقامك إيه؟ البيزنس بلان بتاعتك إيه؟ إنتاجك إيه؟ شكلك إيه؟ ممكن أكبره، ممكن بالذات القيمة ممكن يتخفض على ضوء نمو حجم النشاط. ده صورة من صور التمويل. طيب في عميل تاني، في أنشطة تانية، عميل محتاج يشتري آلات ومعدات، ده عملية مش متكررة على طول، وبالتالي بيتاح في صورة قرض استثماري يسدد على أقساط بالراعي، وإحنا بنديه له المشروع بتاعه او الخط الانتاج اللي هيجيبه او المكنه اللي هيجيبها، ده هتيجي هتاخد قد ايه عشان تشتغل فتره التجارب والتشغيل، طب هتنتج بعد قد ايه، كل دي بديها له عباره عن فتره سماح في البدايه لانه ما عندوش ايراد يقدر يسدد منه. نيجي نروح لحاجه تانية، في نشاط زي نشاط المقاولات، عميل مسدد الى عمليه معينه بخش امول له العمليه ديت وبسدد وانا معاه وفقا وبرنامج التنفيذ بتاعه لغايه ما تيجي المستخلصات بتاعتها وتسدد بالكامل. نيجي نخش على الزراعه، دي طبيعتها نشاط موسمي، ممكن اموله دوره زراعيه مدتها 6 شهور مدتها 9 شهور مدتها سنه لغايه اما ينتج ويطلع. فاللي انا عاوز اقوله ان احنا مع العميل كل صور التمويل متاحه بما يتفق مع احتياجه التمويل الفعلي والتدفق النقدي لمشروع الخاص بيه.